اللسان يغترق من القلب، فإذا كان القلب طيبا لم يغترق اللسان منه إلا الطيب، وإذا كان القلب خبيثا لم يغترق اللسان منه إلا الخبث، لأن الكلمة الطيبة في الحقيقة ترجع إلى أصولها، هي ليست منبتة هكذا، وإنما ترجع إلى أصل مكين. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. الكلمة الطيبة مثل الشجرة الطيبة، لها أصل تنتمي إليه، هي تغترف من الأصل، وهكذا اللسان يغترف الكلام من القلب.